يوم ما البس منين انا هجيب كلها في الغسيل وانت ما عندكش غسيل البس منين؟ البس اي حاجه عندك من الدولاب. لا والله تصدق والله اقول لك انا كنت اروح البس من الثلاجه يا امي ما تجننيش بقولك عايز انزل البس منين؟ طب تعالي اسكت عليا اسكت عليا يا حيوان اللي ما بتنطقش قليل الادب. طيب ايش اسمك سيف نزل لكم سلام. امي عايز انزل. لا مفيش نزول. لا عشان خاطر امي والنبي امي والنبي عايز انزل امي عشان خاطري. لا امي اصحابي مستنيني امي. قلت لك لا النبي مع خاطري امي عشان خاطري نازلين امي النبي حاجه والنبي 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 عشان خاطري امي عشان خاطري بتحبيني امي النبي 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 عايز ارجع والنبي امي لو بتحبيني عايز انزل امي عشان خاطري امي والنبي والنبي لا النبي لو بتحبيني عشان خاطري امي حاجه عشان خاطري حاجه بتحبيني Dar 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 dar